عقدت اتحاد نقابات العمال فئة السليمانية مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة، مطالبة من حكومة الإقليم تحقيق مطالب العمال وخصوصا الضمان الاجتماعي وتعديل قانون 52 لعام 1987، والذي يخص تنظيم عمل النقابي في نقابة واحدة وجعلها عدة نقابات للمهن والأعمال. نتمنى تحقيق مطالب العمال وتنفيذ جميع القرارات التي تخص الطبقة العاملة، وكذلك تحقيق الامتيازات لهم، وعلى الحكومة إقليم كردستان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستماع إلى مطالب العمال وتحقيق وضمان حياتهم وتأمين لقمة عيش لهم. هناك عدة مطالب للعمال وخصوصا منها الضمان الاجتماعي، وهذا الضمان للأسف لا يشمل العمال، ولا ننسى لا يوجد ضمان للمواطن أو العامل وكذلك الذين يتم طردهم من العمل. هناك قرار 52 الذي أصدر عام 1987 لتحديد التنظيم العمل النقابي ضمن نقابة واحدة، ونحن مع تعدد النقابات للمهن وتعديل هذا القرار. في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا في مدينة سليمانية، نرى أن أغلبية الحلاقين في سليمانية لديهم مجموعة من المطالب من حكومة إقليم كردستان، ومنها مشاكل في إيجار المحلات، الحلاقة لكلا الجنسين، والضريبة، وبعض الرسوم التي تفرض عليهم وعلى عاتقهم. أغلب المحلات والمعاهد التعليمية مغلقة الآن وتم غلقها بسبب هذا الفيروس. واقتصرت مناسبة عيد العمال العالمي هذه السنة على إصدار بيانات من قبل اتحاد نقابات العمال فرع سليمانية بسبب انتشار فيروس كورونا، وجاء في البيان عدة مطالب وجهت لحكومة الإقليم، منها الضمان الاجتماعي وإعادة العمال المطرودين وتأمين الحياة للعمال والمواطنين. ومنذ عام 2014 يعاني إقليم كردستان من مشاكل اقتصادية، وهذا أثر سلبا على الحياة العامة وخصوصا الطبقة الكادحة. عدنان زاف، قضاء التغيير، السليمانية.